بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله مع بعض منهج الرياضيات للصف الأول الثانوي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الأول. معاكم ناصر سالم. إحنا شغالين في الوحدة الأولى، وحدة الجبر والعلاقات والدوال. أخذنا الدرس الخامس، أخذنا الجزء الأول من الدرس الخامس، والنهاردة إن شاء الله هناخد الجزء الثاني من الدرس الخامس اللي هو إشارة الدالة. أخذنا إشارة الدالة الثابتة وأخذنا أمثلة عليها، وأخذنا إشارة دالة الدرجة الأولى وأخذنا أمثلة عليها، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ إشارة الدالة التربيعية أو إشارة الدالة دالة الدرجة الثانية أو دالة الدرجة الثانية. بتعتمد عملية معرفة إشارة دالة الدرجة الثانية بشكل أساسي على المميز. فانا عندي ثلاث حالات للمميز. احنا قلنا المميز عندي ثلاث حالات، اما ان المميز ده اكبر من الصفر، او المميز بيساوي الصفر، او المميز اقل من الصفر. اقل من الصفر معايا؟ لو اكبر من الصفر يبقى يوجد عندي جذران حقيقيان مختلفان، اي ان المنحنى يقطع محور السينات في نقطتين اللي هما الجذران بتوعي اللي هما ميم ولام. طيب اذا كان المميز بيساوي صفر، فانا عندي جذران حقيقيان متساويان، اي ان المنحنى يقطع محور السينات في نقطة واحدة فقط. اذا كان المميز اقل من الصفر، فانا عندي جذران مركبان. فأول حالة عندي إيه؟ أن المميز أكبر من الصفر، يبقى أنا عندي جذران حقيقيان مختلفان اللي هم لام وميم. لو اللام أقل من الميم يبقى اللام أصغر من الميم، بحط اللام في الأول هنا. يبقى الأول حاجة بطلع الجذرين، بطلع الجذرين بقى بالطرق اللي احنا أخذناها سواء التحليل أو القانون العام. فأنا بحط الجذرين، فعندي ثلاث مناطق لإشارة الدالة دلسي. المنطقة الأولى بين الجذرين، المنطقة الثانية عند الجذرين، المنطقة الثالثة خارج الجذرين. بين الجذرين إشارة الدالة دال سين بتكون مخالفة لمعامل السين تربيع. يعني لو معامل السين تربيع موجب فهنا يبقى سالب، لو معامل السين تربيع سالب فهنا يبقى موجب، وخارج الجذرين بيكون مخالف. يعني لو هنا سالب فهنا هيكون موجب وهنا هيكون موجب. وعند الجذرين قيمة الدالة بتساوي ايه؟ قيمة الدالة بتساوي الصفر. معنى كلمة موجب يعني الإشارة موجبة، معنى كلمة سالب يعني الإشارة ايه؟ الإشارة سالبة، سواء المنحنى لأسفل أو المنحنى لأعلى. واضحة كده؟ يبقى أول خطوة عندي في المعادلات الدرجة الثانية عشان أبحث إشارة الدالة إن أنا بجيب الإيه؟ إن أنا بجيب المميز. بيقول لي مثال: مثل بيانيا حيث دال س تساوي س تربيع ناقص 2 س ناقص 3، ثم عين إشارة الدالة. هنجيب إشارة الدالة الأول وبعد كده نمثلها إيه؟ نمثلها بيانيا. يبقى هنجيب المميز، يبقى المميز ب تربيع يساوي ب تربيع ناقص 4 ألف ج. ب تربيع أدي ألف بواحد، ب بسالب 2، والجيم بإيه؟ بسالب 3. نعوض بقى، ب تربيع يعني 4 ناقص 4 في 1 في سالب 3، يعني هيدينا 4 زائد 12 هيساوي 16 اكبر من الصفر. يبقى انا عندي ايه؟ يبقى انا عندي جذران حقيقيان مختلفان. تمام كده؟ يبقى اول خطوة بعد المميز ان انا اجيب الجذرين دول. يبقى بالتحليل نحلل، يبقى انا عندي س تربيع ناقص 2 س ناقص 3 تساوي صفر. نحلل عشان اطلع الجذرين يساوي صفر. س س 3 1 زائد وادي ناقص. يبقى هتقول له اما السين هتساوي سالب 1 او السين هتساوي 3.
يبقى انا طلعت الجذرين، الصغير مين؟ الصغير سالب واحد، يبقى انا بحط الجذور كده على خط الاعداد. ادي الجذر الاولاني الصغير سالب واحد اللي عنده الدالة عندها تساوي صفر، وادي الجذر الثاني وهو ثلاثة اللي عنده الدالة تساوي صفر. بين الجذرين مخالف لإشارة معامل السين تربيع. طب إشارة معامل السين تربيع موجب، يبقى هنا سالب، وخارج الجذرين هيكون ايه؟ هيكون موجب. طيب انا نسيت هل هو مخالف ولا مشابه، اخد اي عنصر في اي منطقة وعوض عنه. يعني ايه العنصر اللي هنا اللي ممكن اخده؟ ممكن اخد الصفر، يبقى الصفر في المنطقة دي اللي هو بين الجذرين، لو عوضت بالصفر يبقى هنا صفر وهنا صفر، هيديني سالب، اعطاني سالب، يبقى بحط الإشارة سالب هنا، وخارج الايه؟ وخارج الدالة هيكون موجب. من المنطقة دي بقى يبقى انا عندي ايه؟ عندي هتقول له ان دال س هتكون اكبر من الصفر، يعني الإشارة موجبة. فين بقى؟ في الفترة اللي خارج الجذرين، يعني ممكن اكتبها لكل س تنتمي للفترة ح ناقص المنطقة اللي بين الجذرين ما عدا الجذرين، يبقى سالب واحد وايه؟ سالب واحد وتلاتة، يبقى ح كلها ما عدا المنطقة ديت، لا مغلقة، يبقى مغلقة، لأن الموجب هيبقى ايه؟ هيبقى مغلق، هيبقى مغلق معايا كده. يبقى الإشارة موجبة لكل س تنتمي إلى ح ناقص الفترة المغلقة، لأن الجذرين أصلا مش في الموجب من الأساس. يبقى دال س هتكون تساوي صفر لكل س تنتمي للفترة سالب واحد وتلاتة، العددين دول فقط. دال س هتكون أقل من الصفر، يعني الإشارة سالبة لكل سين تنتمي للفترة الداخلية دي طبعا، ما عدا ايه؟ ما عدا الجذران اللي هو سالب واحد وتلاتة، الفترة من سالب واحد وتلاتة مفتوحة. بس كده دي اشارة الايه؟ اشارة الدالة الموضع. هنا بيقول لي ارسم بيانيا، وعايزين نتأكد بقى من الحل الجبري بيانيا. يبقى عشان ارسم بيانيا هنعمل ايه؟ نعمل الجدول بتاعنا كده. ادي س وادي الدال س، ناخد من 3 مثلا، 3 2 1 0 سالب 1 سالب 2 سالب 3، الصفر عندي بسالب 3، الواحد هو جذر الواحد، لا مش ال 3 عندي صفر، ال 3 بصفر و السالب 1 بصفر، والسالب 1 بصفر. طيب 1 هيبقى هنا 1 ناقص 2 ناقص 3 يبقى 5 ناقص 1 يبقى سالب 4، 2 ادي 4 ناقص 4 ناقص 3 يبقى 7 ناقص 4، يعني هيديني سالب 3. طيب سالب 2 يبقى 4 زائد 4 ناقص 3، 8 ناقص 3 يعني هيديني 5، سالب 3 يعني 9 زائد 6 ناقص 3 يبقى 3 و9 يعني هيديني كام؟ هيديني 12. طيب نرسم بقى، انا عملت الجدول بتاعي، نرسم كده. يبقى ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4، سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4، ادي 1 2 3 4 5 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5. نعوض 3 بصفر، لما السين بتلاتة كان ايه؟ الصاد بصفر، مظبوط. 2 بسالب 3 ادي 2 بسالب 3، 2 بسالب 3 ممتاز. الواحد بسالب 4 ادي الواحد بسالب 4، الصفر بتلاتة، الصفر بسالب 3، الصفر بسالب 3، السالب واحد بصفر ادي السالب واحد بصفر، السالب اتنين بخمسة ادي السالب اتنين بخمسة، وهكذا بقى. نقدر نرسم بقى الايه؟ خلينا ناخد لون تاني عشان يبقى واضح. ادي منحنى الايه؟ ادي منحنى
الدالة. لو لاحظت هنا ان داخل الجذرين اللي هي نقطة تقاطع المنحنى مع محور السينات كل المنحنى في الاسفل يعني سالب، يبقى المنطقة دي سالب. خارج الجذرين سواء هنا او هنا المنحنى في المنطقة الموجبة، يبقى المنحنى ايه؟ يبقى اشارة الدالة موجبة. طيب وعند الجذرين، عند الجذرين المنحنى بيساوي او قيمة المنحنى بيساوي صفر، هو نفس الايه؟ نفس اللي احنا طلعناه من خلال الحل الجبري. طيب ناخد مثال كمان، انا هحل بس الايه الجزء الجبري تحديد الاشاره واسيب لكم الايه الجزء، بس اعتقد ان الاشاره ديت سالب وليست ايه وليست موجب، لان لو موجب مش هتتحلل. خلاص يبقى الالف يساوي سالب والالف بواحد والب بسالب واحد والجيم بسالب ستة، المميز يساوي ب تربيع ناقص 4 الف جيم، هيساوي ب تربيع بواحد، طبعا هيبقى 6 بقى 4 في 1 في 6 هيساوي كام؟ 25 اكبر من الصفر، يبقى انا عندي جذران حقيقيان موجبان، جذران حقيقيان موجبان. نحلل، يبقى س تربيع ناقص الس ناقص ال6 تساوي صفر، يبقى س وس هنا 3 في 2 او 3 في 2 هنا سالب وهنا هيكون ايه موجب، يبقى اما السين تساوي 3 او السين هتساوي سالب 2، يبقى انا عندي ادي خط الاعداد بتاعي، بحط الصغير الاول سالب 2 اللي عنده الدالة بصفر و3 اللي عنده الدالة بصفر، بين الجذرين مخالف لإشارة معامل السين تربيع، يعني هنا هيبقى سالب وبره هيكون ايه؟ وبره هيكون موجب. يبقى كده عندي الدال سين هتكون أكبر من الصفر لكل سين تنتمي إلى ح ناقص الفترة المغلقة سالب 2 و3. قلنا ليه مغلقة؟ لأن داخل الفترة سالب وعند طرفي الفترة أصفار، يعني الجزء الموجب بعد الأصفار أو خارج الأصفار، يبقى بخليها أطرح الفترة المغلقة بالكامل. طيب وهتقول له دال سين هتساوي صفر لكل سين تنتمي للمجموعة سالب 2 و3، دال سين هتكون أقل من الصفر لكل سين تنتمي للفترة الداخلية، بقى هتبقى الفترة المفتوحة سالب 2 وإيه؟ سالب 2 و3. تقدر بقى أنت ترسم وإيه؟ وهتلاقي نفس الحل من خلال الرسم. ناخد مثال كمان، خلينا نغير اللون الأسود. الحالة الثانية بيقول لي إذا كان المميز أقل من الصفر، فأنا عندي إيه؟ عندي جذران مركبان، يعني لو المميز أقل من الصفر فلا يوجد جذور حقيقية، ولكن يوجد جذران مركبان، ولا يوجد حل في مجموعة الأعداد الحقيقية، والدالة إشارة الدالة مثل إشارة معامل السين تربيع، مثل إشارة معامل السين، وتكون إشارة الدالة مثل إشارة معامل السين تربيع لكل المجال، لكل مجال الدالة. يبقى الإشارة ما فيهاش بقى جزء موجب وجزء سالب وبتتفاوت، لا، الإشارة إما موجبة أو سالبة، إما موجبة أو سالبة، ما عنديش أصفار. ناخد مثال بيقول لي مثل بيانيا. خلاص انا هسيب بقى موضوع التمثيل البيانيا ده، احنا خدناه في مثال لانه بيضيع وقت، واحنا ناخد نحل الجبري بشكل مباشر. يبقى انا عندي الالف يساوي واحد، الباء يساوي اربعة، والجيم هيساوي خمسة، هيكون المميز يساوي ب تربيع ناقص اربعة الف جيم، هيساوي ب تربيع يعني 16 ناقص اربعة في واحد في خمسة، يبقى هيساوي 16 ناقص 20 يعني هيساوي سالب 4 أقل من الصفر، يبقى يوجد جذران مركبان، يبقى دال سين دائما هتقوله دائما بإشارة
موجبة مثل، احنا قلنا مثل إشارة معامل السين تربيع لكل ايه؟ لكل سين، لكل سين تنتمي إلى الحرف، لكل سين تنتمي إلى الحرف بس. واضحة كده؟ بقدر ارسم انا بقى الدالة وهتلاقي الايه؟ وهتلاقي اشارة الدالة موجبة لكل سين تنتمي الحاء، يعني هتلاقيها في اعلى منطقة الايه؟ اعلى السينات، في اعلى فوق في السينات، فلذلك هتكون موجبة دائما، هتكون موجبة دائما. طيب ناخد مثال كمان، مثل بياني، يعني يبقى انا عندي الالف يساوي سالب واحد، البه بيساوي سالب اتنين، الجيم يساوي سالب اربعة، نجيب المميز بيساوي به تربيع ناقص اربعة الف جيم يساوي اربعة ناقص اربعة في سالب واحد في سالب اربعة، يبقى اربعة في سالب ستاشر، يعني هيدينا سالب اتناشر، اقل من الصفر، يبقى الجزران مركبان. تقول له اشارة دال سين سالبة لكل سين تنتمي إلى الحاء. سالبة ليه؟ لحنا قلنا مثل إشارة معامل السين تربيع، ومعامل السين تربيع بالسالب، معامل السين تربيع هيكون بالإيه؟ هيكون بالسالب لكل سين تنتمي إلى حاء. تقدر ترسم بقى الدالة زي ما اتعودنا. طيب الحالة الثالثة، لو كان المميز بيساوي صفر فإنه يوجد جزران حقيقيان متساويان. كلمة متساويان يعني المنحنى بيقطع محور السينات في نقطة واحدة فقط، فلا حالتين، إما أن الاتجاه المنحنى لأعلى فيكون في الاتجاه ما يقطع محور السينات، لا يمكن يبقى بره أو لا يمكن يبقى تحت في الأسفل، ليه حالتين فقط، إما اتجاه المنحنى للأعلى فهيكون موجب، يعني الألف أكبر من الصفر، يبقى هنا إيه؟ مثل إشارة معامل السين تربيع، مثل إشارة معامل السين تربيع. خلاص؟ يبقى مثل إشارة ألف عندما السين لا بس فقط اللي هحذفه هنا ان ايه؟ عندما السين لا يساوي اللام. طب لو الاشاره لاسفل ايضا هتكون سالبه، يبقى مثل اشاره الالف ما عدا لكل سين لا تساوي اللام، لكل سين لا تساوي اللام. واضحه دي كده؟ تمام. طيب ناخد مثال بقى، بيقول لي مثل بيانيا د، حيث د س تساوي 4 س تربيع ناقص 4 س زائد 1، ثم عين اشاره الدالة. هو طالب التمثيل، احنا مثلنا قبل كده عشان بس ما نضيعش وقت في موضوع التمثيل، انا احلها ايه؟ انا احلها بالطريقة الجبرية، واترك لك عملية التمثيل، تعمل الجدول وتمثلها وهتلاقي نفس الاجابة بالظبط. يبقى انا الالف يساوي اربعة، الباء يساوي سالب اربعة، الجيم هيساوي واحد، يبقى انا المميز اللي هو ب تربيع ناقص اربعة الف جيم هيساوي ب تربيع يعني 16 ناقص 4 في 4 في 1، يعني هيساوي 16 ناقص 16 هيساوي 0. يبقى انا عندي ايه؟ يبقى انا عندي جزران حقيقيان متساويان. طيب عايز الاول اجيب الجزرين، يبقى د س هتساوي الصفر، يعني 4 س تربيع ناقص 4 س زائد الواحد هتساوي صفر، ده مربع كامل، المربع الكامل يبقى قوس تربيع كده بيساوي صفر، جذر الاول ناقص جذر الاخير، يبقى 2 س ناقص الواحد تساوي صفر، اخد جذر الطرفين يبقى 2 س هتساوي واحد، يعني السين هيساوي ايه؟ السين هيساوي النص. ده الجذر بتاعي، يبقى انا بعمل خط الاعداد، ادي الجذر بتاعي اللي هو نص عنده الداله بتساوي صفر، بقية الأعداد أو على يمين الجذر وعلى يسار الجذر إشارته هتبقى نفس إشارة معامل السين تربيعي، يعني هيكون إيه؟ هيكون موجب في الطرفين. يبقى أنت هتقول له إيه؟ هتقول له دال سين أو إشارة دال سين هتكون موجبة، أو تكتب له دال سين أكبر من الصفر لكل سين تنتمي الحاء ناقص الإيه؟ ناقص النص فقط، والدال سين هتساوي الصفر لما السين تساوي النص. يبقى انا كده حليتها، وانت لو مثلتها
مثلتها بيانيا، انا عندي النص هنا اللي هو راس الداله، ادي النص اهوت اللي عنده الداله بتقطع محور السينات، وهتلاقي الداله بهذه الايه بهذه الكيفيه، هيبقى اللي اكبر من الداله موجبه في جميع النقاط ما عدا عند ايه، ما عدا عند السين تساوي النص الداله عندها تساوي الصفر. واضحه دي مهمه جدا جدا، الايه ان الجذران الحقيقيان المتساويان بتاخد نفس اشاره معامل السين تربيع على كامل الفتره ما عدا عند السين يساوي الجذر بتاعه. طيب ناخد مثال كمان، بيقول لي مثل بيانيا، برضو نمثلها نعملها جبريا ايضا، واسيب لك الايه واسيب لك البيانية تعملها، ونعملها بيانية بكروكي كده على طول، لازم انت تعملها عن طريق الجدول. يبقى انا عندي الالف يساوي سالب 4، الباء يساوي سالب 12، والجيم يساوي سالب 9. يبقى المميز ب تربيع ناقص 4 الف جيم هيساوي ب تربيع يعني 144 ناقص 4 في سالب 4 في سالب 9 يعني هيساوي 144. دي ثلاث اشارات سالب يعني سالب، يعني سالب 144 هيديني ايه؟ هيديني صفر. يبقى انا عندي جذران حقيقيان متساويان. طب انا عايز اجيب الجذرين، يبقى سالب 4 س تربيع ناقص 12 س ناقص 9 تساوي صفر. نعملها نقسم على السالب، يبقى 4 س تربيع ناقص 12 س ناقص 9 تساوي صفر. ده مربع كامل، مربع كامل يعني جذر الاول 2 س، هنا الاشاره ناقص، جذر الاخير 3 هيساوي ايه؟ هيساوي الصفر. يعني 2 س سالب 3 تساوي صفر، لو خدت جذر الطرفين يعني س هتساوي كام؟ هتساوي 3 على 2. يبقى انا عندي جذر واحد فقط ومكرر اللي هو 3 على 2، عنده الداله بتساوي الصفر، على يمين ويسار الجذر نفس إشارة معامل السين تربيع يعني هيديني إيه؟ هيديني سالب. يبقى أنا أقول له دال سين أقل من الصفر يعني سالبة لكل سين تنتمي لحا ناقص الإيه؟ ناقص التلاتة على الاتنين، ودال سين تساوي صفر لما السين تساوي إيه؟ لما السين تساوي تلاتة على الاتنين. واضحه دي مهمه جدا جدا جدا. الحاله الايه؟ الحاله الثانيه، والحاله الثالثه اسهل جدا، اسهل من الجذران الحقيقيان المختلفان، لان ديت الاشاره اما موجبه او سالبه معا بالنسبه للجذران الحقيقيان المتساويان. يبقى كده انهينا هذا الدرس، درس في منتهى الاهميه، مهم جدا جدا جدا. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس. لحجز حصة او مجموعة من الحصص او منهج بالكامل، التدريس سيكون اونلاين كامل، صوت وصورة، صوت وصورة مباشر، ويمكن للأهل المتابعة او الحضور في اي وقت. لينك التسجيل لحجز الحصة في اسفل الفيديو. لشراء الكورس هشحن لك في الى اي مكان في العالم، اشحن لك فلاشه عليها المنهج بالكامل، فيديوهات المنهج بالكامل وفيديوهات اخرى تحفيزيه، وارسل لك المذكرات مطبوعه ورقيا بشكل احترافي الى اي مكان في العالم. شحن لينك الشراء في اسفل الفيديو، او تشترك في موقع الدروس الخاص بالقناه، هتلاقي في الموقع الدروس مقسمة، وتدخل على الدرس هتلاقي الفيديو والشرح الفيديو تحتيه المذكرات على هيئة PDF، تقدر تنزلها وتحملها او تقراها على الموقع، لينك الموقع في اسفل الفيديو. اتمنى من الله عز وجل لكم التوفيق، اشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.